هومو فلوريزينسيس. لا يزال البشر الصغار الذين عاشوا في جزيرة فلوريس الإندونيسية منذ أكثر من 60,000 عام يشكلون لغزا غامضا، والآن تم اكتشاف أصغر عظمة ذراع علوية بشرية تم العثور عليها على الإطلاق. إن جنس الهومو هو أحد الأجناس القليلة، إن لم يكن الجنس الوحيد الذي لا يوجد منه حاليا سوى نوع واحد يسكن هذا الكوكب، وهو الإنسان العاقل. ولكن لم يكن هذا هو الحال دائما، فقبل بضع عشرات الآلاف من السنين عاشت عدة أشكال من الهومو على الأرض في نفس الوقت، وهي فكرة غريبة من منظور اليوم. ومن أغرب المخلوقات في شجرة عائلتنا على الأرجح هو الإنسان الفلوري، الهومو فلوريسينسيس. فحتى الأفراد البالغين كانوا بالكاد يزيد طولهم عن 1.1 متر، ولديهم دماغ صغير. تشير الاكتشافات الأثرية إلى أن هذا الإنسان الصغير الحجم وصغير الجسم كان يجوب جزيرة فلوريس الإندونيسية منذ حوالي 60,000 سنة، في الوقت الذي كان فيه الإنسان العاقل قد استوطن بالفعل في جنوب أستراليا. وقد اكتشف العلماء الآن مزيدا من الحفريات التي يمكن أن تعزى إلى ممثل مبكر للإنسان العاقل من فصيلة الهومو فلوريسينسيس، بما في ذلك عظمة ذراع علوية صغيرة بشكل ملحوظ لإنسان بالغ. وقد نشروا تقريرا عن ذلك في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز العلمية. عثر الخبراء لأول مرة على بقايا هياكل عظمية لشعب الهوبيت في كهف ليونغ بوا في غرب جزيرة فلوريس في عام 2003. في ذلك الوقت قام فريق بقيادة عالم الآثار الأسترالي النيوزيلندي مايك مورود بالتنقيب عن جمجمة وفك سفلي، كما تم العثور على عظام مختلفة من الأطراف وشظايا من الحوض والفقرات والأضلاع وعظام الكتف والترقوة. ويقدر عمر بقايا الهيكل العظمي بحوالي 60,000 سنة. وتأتي هذه الاكتشافات الجديدة من موقع التنقيب في ماتا مينج، الذي يقع على بعد 75 كيلومترا فقط من ليانغ بوا. وقد تم بالفعل التنقيب عن أحافير بشرية من 3 أفراد على الأقل، ووصفها هناك في عام 2016. جزء من الفك السفلي لشخص بالغ و6 أسنان لبنية لطفلين على الأقل. وفي ذلك الوقت تم تأريخ عمر الشظايا العظمية إلى حوالي 700,000 سنة. ولأنها أكثر حساسية من الاكتشافات الحديثة للإنسان الفلوريسينسي، تم تفسيرها في البداية على أنها أسلاف محتملة. ومع ذلك فإن عدم ظهور عظام جذع أو ذراع أو ساق في ذلك الوقت جعل من الصعب تقدير حجم الجسم والسمات الأخرى. اكتشاف مهم للغاية، وهذا ما يجعل الأمر أكثر أهمية أن الفريق بقيادة يوسوكو كايفو من جامعة طوكيو وإيفان كورنيوان من مركز المسح الجيولوجي في إندونيسيا وغيريت فان دن بيغ من جامعة وولونغ كونغ اكتشفوا الآن النصف السفلي من عظم الذراع العلوي. تظهر تحليلات البنية المجهرية أنها تعود لشخص بالغ، واستنادا إلى طول العظمة تمكن الفريق من حساب طول هذا الهومينيني بحوالي 1 متر، مما يجعله أصغر ب6 سنتيمترات من قريبه من ليانغ بوا. لقد كان هناك بالفعل الكثير من النقاشات حول الأصول والتصنيف الزمني للبشر الغامضين من جزيرة فلوريس. في البداية تم الافتراض بأننا نتعامل في الواقع مع إنسان عاقل تعرض جسمه للتغيير، على سبيل المثال بسبب مرض صغر الرأس. وكانت هناك نظرية أخرى تقول بأن الهوبيت وبقايا متأخرة من إنسان قديم من إفريقيا عاش قبل الإنسان المنتصب وكان صغير القامة منذ البداية. تميل الاكتشافات الحديثة الآن إلى دعم الافتراض القائل بأن شعب فلوريس هم أحفاد الإنسان المنتصب الذي عاش في آسيا والذي تقلص في عالم الجزر الإندونيسية. وتعتبر عملية التقزم الجزيري من الجزيرة هذه ظاهرة شائعة، كما تقلصت العديد من أنواع الثدييات الأخرى بشكل كبير بمجرد انتشارها في الجزر. ويعتقد أن السبب في ذلك هو ندرة الموارد الغذائية ونقص الحيوانات المفترسة الكبيرة.
وقال آدم بروم من جامعة جريفيث في أستراليا الذي شارك في الدراسة: يؤكد هذا الاكتشاف بالذات فرضيتنا بأن أسلاف الهومو فلوريسينسيس كانوا بالفعل صغارا للغاية. انتهى. إن عظم العضد هذا الذي يبلغ عمره 700,000 عام ليس فقط أقصر من عظم العضد لدى الإنسان الفلوريسينسي، بل هو أيضا أصغر عظم عضد بشري معروف في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك لا يمكن للنتائج الجديدة أن تجيب بشكل قاطع عن كيفية ظهور القامة القصيرة الهائلة لشعب فلوريس، وما إذا كانت هذه الخاصية قد تطورت مرتين بشكل مستقل عن بعضها البعض.